رمضان كريم وأنت مدعو على الإفطار، إذا وجدت بيتي في الدمار وعادت أمي من الطابور بخبز وقلب مكسور. وأذنت مساجد ورنت الكنائس، جيران في الله أبواب بلا حارس، ووصلت مراكب الموت إلى أرض الأحلام دون أن يصبح الأطفال قضية رأي عام. سيد الرئيس أنا لا نحن الهاربون، نحن المبعدون، نحن المذنبون، نحن المتهمون بالعبادة، بالعبادة المحكومون شنقا بالإبادة، الذين قطعت ألسنتنا لأنها نطقت بالشهادة، الشهادة. سيدي الرئيس سنفطر في القدس عاصمة فلسطين، يكتبها رب الأمنيات العالقة بين يديه. سنفطر في القدس عاصمة فلسطين، يكتبها رب الأمنيات العالقة بين يديه. سنفطر في القدس عاصمة فلسطين.